السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الجيلان علي ممبر شيب ان ذا نورث ستار الترا ساوند. اليوم حننتقل لابليكيشن جميل جدا في الالترا ساوند، الا وهو الاي الترا ساوند. نادر جدا ما نلاحظ ناس بيشتغلوا اي الترا ساوند. طيب تعالوا كلنا نشتغل الاي الترا ساوند، وقبل ما نشتغل الاي الترا ساوند خلونا نتعرف على الاناتومي اوف ذا اي الترا ساوند. تمام، نشوف الاناتومي اوف ذا اي، وبيسهل علينا شديد اجزاء بسيطه جدا من خلالها ممكن احنا نتعرف على الاي. في البدايه الاي الكلر بتاعه لونه ابيض، عين في عين اي واحد، عين في عيونك هتلاحظ لونه ابيض. اذا في بياض محيط ليا بالاي، البياض ده جايني من طبقه بسميها بالسكليرا. السكليرا تحتوي على تو لايرز، داخليه بسميها بالاستكليرا، ومن الخارج بسميها بالبري اسكليرا. اذا الاسكليرا هي اللي بتحمل لي الاي كلر، تمام، بتكون مسؤول عن الاي كلر. ولهذا السبب اي ابنورماليتيز، مثالا ناس الهايبرتنشن وناس الجاندس والبيشن التاير دائما، وحتى بالنسبه للهيماتوما اللي بتكون موجوده في الاي دائما بتوضح معي كلير. مثالا الجاندس بيجيك البيشن وعنده صفار في العيون، الصفار في العيون ده يعكس ليك اوبستراكت، سواء كان في البنكرياتيك دكت او كان في البايل دكت، بيظهر وين؟ بيظهر ليك في السكليرا. اذا معناه ان الاي عباره عن عدسه الجسم او مراه الجسم، ممكن انا من خلال اعرف. لاحظت ان السكليرا محيطه بالاي، محيطه بالاي اكسبت من الانتيرير اي. في الانتيرير ما لاحظت السكليرا محيطه، بالعكس شوف الكولر تغير معي. من الانتيرير السكليرا بتنتهي، انتهت وظيفه السكليرا. طيب حيظهر معي شنو السكليرا وظيفتها انتهت؟ حيظهر معاك بارت جديد بسميه بالكورنيا، الكورنيا او القرنيه، سبحان الله. طيب الكورنيا ايش معنى موجوده في الانتيرير والسكليرا محيطه لي بكل الاي؟ السبب اللي خلى ان الاسكليرا ما تعمل لي احاطه، القرنيه يا دكتور يا دكتوره، القرنيه وظيفتها انها بتعمل لك كفر للاي. طيب الاسكليرا كمان كفر للاي، القرنيه هي العدسه الفاتحه، بتكون يعني فاتحه للخارج، فربما يتعرض لدست، لغبار، او اي انفكشن، تمام، او مثالا الجيلز بشكل عام بيستخدم العدسات، استخدام الفيميل بشكل عام للعدسات بتلاحظوا دائما بتتركب بالامام، ولكن ما بيحصل انفكشن. ليه ما بيحصل انفكشن؟ ما هي في النهايه العدسه انا بعتبرها فورين بودي، والجسم بيحب يتعامل مع الفورين بودي بالانفكشن والانفلاميشن. كيف انا اعرف انه فورين بودي؟ لازم يحصل انفكشن. طيب ما حصل انفكشن في الجزء الامامي، ما حصل انفكشن لان الكورنيا ما بتصلها بلود سبلاي، ما فيها بلوت سبلاي، وعليه معناه ما بتصلها نوتريشن، معناه ما في اي فيتشر بتاعه اميون سيستم، الاميون سيستم في المنطقه دي معطل. طيب طيب لو حصل لي اي تير، من وين بتتعالج الكورنيا؟ ما انا بعرف ان البلوت فيو بليتليتس وبساعد لي في الهيل والريبير. طيب حصل لي تير في الكورنيا، من وين بتتعالج؟ بتتعالج من الاطراف، عندنا في الاطراف طبقه بسميها باللمبس، وظيفتها تعمل لي الهيل والريبير. طيب تمام، التروما جاتني في الجهه بتاعت اللاترال، الليمبس خلاص يتعطل، يتعطل الليمبس هنا طوالي بيعمل له تغيير، تمام، باي ذا سيرجري، استبدال للقرنيه. اذا عرفنا السكليرا وعرفنا الكورنيا. طيب عندي طبقه مهمه جدا وهي بالرتنا. الرتنا بالنسبه لي ان هي من اهم البارت ولازم اشوفه في الالتراساوند. الريتنا سمعتوا بالريتنا ديتاشمنت؟ طيب الريتنا وظيفتها انها تعمل استقبال لللايت، الضوء اللي بيجي من الخارج تعمل له استقبال وتعمل له ترانسميت، تمام، الى وين؟ الى الاوبتيكال نيرف، ومن الاوبتيكال نيرف للبرين عشان يحصل لها انتربريتيشن. طيب تمام، دي وظيفه الريتنا. عندنا تاني المغلى، المقلع، تمام، او ما تسمى بالكرويد، تمام. What is the function؟ وظيفتها ان blood supply للlayer of the eye.
طيب تمام، عندي جزء بسميه بالفيترس. الفيترس هو الشكل الدائري اللي امامكم ده. هل ده الفيترس؟ الفيترس عباره عن الاويل اللي بيحفظ لي الشيب اوف ذا اي، بيخليها لي اوفيل تمام، او يخليها لي راوندد بيضاويه في النهايه. طيب دي وظيفه الفيترس. طيب انا هنا عندي الجزء بسميه بالبيوبل تمام. البيوبل بيختلف من الناس على حسب الجينات. واحد بتلقى بيقول له الزول ده عيونه لون اخضر او عيونه لون اصفر. داخل العيون بتلاقي لك راوندد شيب لونها اسود. اللون اسود دي بسميها بالبيوبل. طيب البيوبل وظيفتها شنو؟ البيوبل وظيفتها انها في البدايه تنظم دخول الضوء. يا جماعه الاي لو كانت مفتوحه معناه الضوء هيجي داخل لي من كل اتجاه، ولكن البيوبل قالت لا، لازم نعمل تنظيم للضوء، لازم الضوء يدخل بانتظام واحد واحد الى ما يصل لي السنتر ويتوزع لي للرتنا ومنها للاوبتيكال نير. طيب البيوبل بتلاحظوا اثناء ما بتكون جالس في غرفه مظلمه وفجاه طلعت للخارج في ضوء او الشمس، بتقفل عيونك، بتقفل على عيونك او بتغمضهم لانك ما قادر تتعود على الضوء. السبب ما انت حاليا كنت في ظلام طلعت لضوء. وين المشكله؟ المشكله اثناء الظلام البيوبل بتحاول توسع نفسها، توسع نفسها عشان تقدر تشوف اي حاجه وتسمح بدخول اقل جزء من الضوء. اذا دي معناها ان الاي ما بتتعامل الا مع الضوء فقط. الاي جسم بدون ضوء الاي ما ممكن تشوفه تمام. اذا بتتوسع تتوسع، اذا بتدخل اقل جزء من اللايت عشان انا اقدر اشوف. فبتلاحظ بعد ما تدخل محل يعني الظلام منخفض، بعد فتره بيحصل لك ادابتيشن، بتتعود على الظلام، ومنها بتلاحظ لنفسك انك بقيت قادر تشوف. اذا دي بسبب البيوبل بتتوسع وبتصغر. طيب البيوبل بتوسع وبتصغر، المسؤول من الحركه بتاعت البيوبل مسؤولة منا مصص هنا اسمها الايرس مصص. الايرس مصص هي اللي بتمدد وبتصغر لي من حجم البيوبل. طيب تمام، لقيت لي جزء تاني هنا بسميه باللينس. واللينس والناس كلها بتشير للاي على اساس انها اللينس، يقول لك العدسة. العدسة هي عبارة عن الرؤية، في النهاية هي منحنى الرؤية. لاحظوا معي قلت منحنى الرؤية، إذا كلامك ده معناه هل هي منحنية؟ نعم هي جاية منحنية النورمال تمام؟ بتجي مقعرة، بيقول لك العدسة المقعرة. فبتلاحظ واحد مشى فصل نظارات بيقول لك محدبة، مقعرة، رؤية قريبة، رؤية بسيطة. الأسئلة دي ما بتدور في تجول في خاطرنا على طول. إيش معنى يعني بيفصلوا نظارات للرؤية البعيدة وللرؤية القريبة؟ يجيك البيشن يقول لك والله النظارات دي أنا صرفوها لي عندي مشكلة مع الأجسام القريبة، ويجيك بيشن تاني يقول لك صرفوها لي عندي مشكلة مع الأجسام البعيدة. أيوة، إذا معناها العدسة لها علاقة بالأجسام. نرسمها تاني، إذا نقول إنها هي مقعرة، مقعرة وممكن تكون لي ستريت. الوظيفتين دول مفروض يعملوا لي جسم عادي تمام، يحدب ويقعره على ياتو أساس. نغير الكلر يا جماعة، يحدب ويقعر على أساس واحد ألا وهو ده هنا الجسم الغريب تمام. اللون برضو ما واضح، سوري، نجرب البلاك شوية. ده الجسم هنا الغريب تمام. الجسم ده أنا شايفه بعيد من الجسم، يعني إنسان بعيد. بتلاحظ يعني أثناء مع يعني عايز تلاحظ لك حاجة بعيدة أو واحد بتعرفه واقف في محل بعيد، فبتلاحظ لك قفلت عيونك كده وبدأت تدقق في الرؤية. تدقيق الرؤية دي حاجة فيسيولوجية بتحصل في الآي، معناه الجسم البعيد اللايت ما حيصل لي للسنتر اوف ذا آي، لازم أنا أتأكد إن اللايت وصل لي السنتر اوف ذا آي عشان أقدر أوزعه على الرتنا. طيب تمام، هو ما وصل لي السنتر، هو بالكاد بالكاد الجسم البعيد مع انعكاس الجسم البعيد مع انعكاس اللايت بالكاد إنه دخل لي الآي. طيب والآي بتاعتي شنو؟ مقعرة. هنا بتحصل عملية فيسيولوجية بتحول لي من مقعرة وتعمل لي اكستندد متمددة لي.
مع الامتداد كأن بيزيد في سرعة انطلاق الضوء حتى وسط توصل إليه للسنتر. إذا من شكلها مقعرة وصلت معي حصل لها تمدد اكسباندد وقدرت إنها توصل لي اللايت. إذا اللايت وصل لي للرتنا، البقاعرة لي وبيعمل لي ستريت دي بمساعدة مصص بسميها بالسيلياري بادي. إذا السيلياري بادي مسؤولة لي من التحديد والتقعير of the eye. ممتازين جدا. إذا دي أقل تفسير عشان نتعامل معاه بالألتراساوند. عندي انسايد للفيتروس بيجيني سمول برانشز للارتري والفين، فبتسمع كلمة فيتروس هيموريج معناه حصل عندك نزيف داخلي في الفيزلز انسايد اوف ذا فيتروس، بتجيني من الارتري والفين، وفي نصه يكون لي بيجي داخل لي الاوبتيكال نيرف المسؤول انه ينقل الاشارات للبرين، يحصل لها انتربريتيشن ومنها بيجي الريسبونس. Thank you for your attention.